اي نعم عطنا برومو محمد. ثغره المدح اللي جينا من جديد، يا مرحبا باصحابنا وضيوفنا على قناه الواقع الصرح المديد اللي تجري للنجاح كفوها. سلام من جاه يلقى التراحي ويلقى الشحم والكيف والطيب ريدي، ولكن لحت الانياب يقدم تمديد ويذم الجمله في الراس المديدي. ومن سبك عن نجده بخير ماشي، ما كان حرار وكل مجد تليدي. خاضي غريبة انه جزمة حبيب ابو حمد استاذ. يا مرحبا يا ابو حمد. الله يبقى مرحبا والله ومسهلا معنا. تبقى وتحيا. الكلمة لك يا ابو حمد، مرحبا بك برنامجنا. الله يبقيك. برنامج مراجل. الله يبقيك ويسلمك. والله سعيد هالفقرة الطيبة وفي هالبرنامج اللي فيه من اسمها نصيب ان شاء الله. وسعيد بتواجدي عندكم وعسى ان نقدم المفيد ان شاء الله. والله يوفق الزملاء ويوفق المتسابقين كلهم ان شاء الله. طول عمرك. انا اشوف كل يوم مستانس وانا اعرف وش السبب. ان شاء الله. السبب ان غياب سلطان انا خاذل. والله سلطان على ما قال ما طاح من نجوم السماء برد له. شاعر المره يقول لا غاب شايبنا الشجاع السنافي حل مكانه واحد نسنه اياه. كفو كلهم. الشايب انا والغمرهم. مع البرومو التعريفي للشاعر ضيفنا الثاني الشاعر فهد بن عبد العزيز السهلي. نعم ما عليكم زود. عطنا استاذ. ثغره المدح اللي جينا من جديد، يا مرحبا باصحابنا. يعز تاريخ السنه عز اليوم، والسيف تعرف قوته عقب سله، وما شرينا في عجب كل زيزوم يحرم علينا نشري العمر كله. اقول لا عاد تنشد يا اخوك من القصيد الجديد، وانا هجوسي ما عاد انشد عن ديارها. اشغال الايام شعله والهواجس جريد، وفراقها ابرك بواجد من تفتارها. فما نجيب القصيد اللي يقص الحديد ولا سلام على الساحة وشعارها. في ثغرة المدح جينا من جديد. استاذ يا مرحبا ابو عبد العزيز، مرحبا بك في برنامج مراجل في فقره المدهال. تبقى وتحيا. بما ان برنامجنا برنامج مراجل، وش تقول يا ابو عبد العزيز؟ والله بيتين ظهرت قبل شوي في الشاشه يقول خير.